لك. طيب احنا ناخذ كمان الموضوع من ناحيه طبيه وبشكل اكبر واوسع. نرحب ايضا عبر الهاتف باستشاري طب الاسره في مركز صحي كدي والهجره بمكه المكرمه الدكتور عبد الجبار الفتيني. اهلا بك دكتور عبد الجبار. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، شاكر على الاستضافه. اهلا دكتور عبد الجبار، برايك هل نجحت وزاره التعليم والصحه بمنطقه مكه المكرمه باحتواء حالات الجرب؟ الحقيقة نجحت بشكل كبير جدا في احتواء مرض الجرب، لأنه زي ما تفضل أخونا حمد بدأت الحالات في التناقص، وهذا الشيء فعلا بدأنا نلمسه في عياداتنا اليوم. دكتور عبد الجبار، في حل أمثل اللي ممكن إحنا نستخدمه تجاه هذه المدارس غير أنه مثلا نعلق الدراسة؟ هو الحقيقة تعليق الدراسة ما هو الحل الأفضل لعلاج زي هذه الأمراض، لأنه هذا يعتبر زي مثل الوباء. يعني هو مرض الجرب خلينا نقول هو وباء فعلا، لكن يعني مشكلته أنه انتشاره سريع واسمه مزعج للناس، لأنه أطفال. صحيح. نعم، الناس تحسب أنه هو مرض مثلا خطير، هل يعني له مضاعفات أو أنه مثلا يؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، بينما الحقيقة هو مرض جدا سطحي، ويعني ما يتعدى طبقات الجلد، أعراضه عبارة عن حكة وطفح جلدي وبعض الأحيان دمامل، ما تتعدى أكثر من كذا. وعلاجه جدا سهل وتشخيصه جدا سهل. فالحل الأمثل الآن الحالات كلها تنتشر بنسبة كبيرة جدا بين الأطفال في المدارس. فالحل هو عزل المصابين. يعني مثلا دكتور معلش سؤال، الجرب انتقاله زي ما ينتقل تشيكن بوكس بين الأطفال، ولا انتقال الجرب أسرع من انتقال التشيكن بوكس؟ هنا السؤال. الحصبة. نعم، التشيكن بوكس أو العنقز له طرق كثيرة في الانتقال. طيب. طبعا الأساس فيها التلامس، الجرب بنفس الطريقة ينتقل عن طريق التلامس، فقط التلامس. بس. نفس البرغوثة تبع الجرب يعني حتى لا ما لها القدرة أنها تعيش خارج جسم الإنسان. هي تحتاج جسم الإنسان عشان تعيش، فبالتالي هو بينتشر عن طريق التلامس. عشان كده دائما نلاحظ يعني حالات الجرب بتنتشر في المجتمعات المغلقة مثل المدارس، مثل دور الإيواء، الحضانة، بعض الأحيان المستشفيات، السجون، أي مكان مقفل فيه له ناس كثير. عشان كده يمكن تلاحظوا كمان في بعض الأحيان تسجل حالات مثلا في بعض الأحيان عشوائية، لأنه في منطقة يعني صغيرة ومكتظة بالسكان. نعم. ويحدث بينهم تلامس كبير، وهذه أشهر طريقة أنه ينتشر الانتشار. طيب تمام دكتور. عبد الجبار، يعني إحنا ما نبغى كمان نستهين مرة ولا نبغى نضخم الموضوع بالنسبة الجرب تحديدا، ويعني ذكرت أنه هو يعتبر نوع من أنواع الوباء لكن على حسب مدى انتشاره. بعض المدارس أغلقت، الأهالي قاموا بعزل الطلاب، وإحنا الآن على أبواب الاختبارات، ونعرف أنه حضانة هذا النوع من الأمراض يحتاج شهر حتى تبدأ أعراضه بالظهور. خليني أسألك، إيش في طريقة ممكن ننصح بها الأهالي حتى نحد من الانتشار غير العزل ونقفل المدارس وغيره؟ إيش في أشياء في البيت؟ معرفة النظافة الشخصية، أنواع علاجات معينة، مراهم، كيف تحب تنصحهم؟ أول حاجة عشان نطمن الأهالي، يعني في النهاية هم زي أولادنا، وإحنا أولادنا وبناتنا بيكونوا في المدارس مع هذول. نعم. فهو الطريقة الأفضل لعلاج والقضاء على زي هذا الوباء اللي هو مرض الجرب، أول شيء عزل المصابين، عزل كل الناس المخالطين لهذا المصاب، وبدء العلاج للمصاب بالإضافة إلى كل الناس اللي خالطوا هذا المصاب، بغض النظر عن ظهور الأعراض، حتى لو ما ظهرت عليه الأعراض زي ما تفضلتي، لأنه الأعراض بعض الأحيان تيجي بعد شهر من الإصابة. صحيح. فبالتالي هذه رقم واحد. رقم اثنين، نحرص على النظافة الشخصية، نظافة المكان كمان اللي كان فيه المصاب أو المخالط. احنا ننصح بتنظيف وتعقيم اي مكان او اي حاجه لمسها هذا الشخص المصاب، لانه هذه البرغوثه لها القدره انها تعيش خارج جسم الانسان لمده يومين. بعد اليومين هذه تموت. طيب. فاحنا ننصح دائما تنظيف المكان، غسل الملابس، تكون منعزله، يعني العدس في كل شيء مو بس الشخص نفسه، حتى ملابسه وحتى هذه الاشياء تغسل في ماء حار لمده 10 دقائق الى ربع ساعه ثم تشمس. طيب بعد كده ممكن يعاد استخدامها، ما في. طيب دكتور، يعني عشان برضو المرض الجرب يعني من الامراض اللي ممكن تسبب حكه في الجسم، فياريت تشرح بطريقه سريعه بس للمشاهدين ايش الفرق لو لا قدر الله هذا الطفل اصيب بمرض الجرب او ظهرت عليه اعراض حساسيه عاديه، هل في فرق؟
طبعا الاعراض بتفرق، الحساسيه تتشابه مع مرض الجرب في وجود حكه، في وجود بعض الاحيان صفحه جلدي او احمرار. طيب. لكن شده الاعراض بتكون اكثر في مرض الجرب. الجرب بتيجي حكه شديده جدا، يعني الواحد ما يقدر يصبر ثواني غير ما يفك. وتتركز اكثر شيء عند الاطفال في منطقه اليدين والقدمين، خصوصا بين الاصابع. بعض الاحيان تجي فيها دمامل، الدمامل هذا تختلف حتى شكلها، مو زي حقه الحساسيه، شكلها تيجي كبير. وبعض الاحيان تكون فيها شويه مويه. هذه الحكه تجي في الليل. طبعا احنا الان حاليا اي طفل او اي معلم او معلمه يجينا المدرسه يشتكي من حكه، بنعطيه علاج الجرب ده رقم واحد. بغض النظر هي كانت حساسيه او غير حساسيه، لانه الان احنا في مرحله وباء ولازم نكون ندفع على هذا المرض. فهي الفرق في شده الاعراض. طيب دكتور عاده يعني نعم عاده الحساسيه بتكون يعني الحكه في اوقات معينه لها مهيجات، تظهر تختفي تروح وتيجي، لكن الجرب لا بيكون مستمر شديد. أكيد يعني الله يشفي أولاد المسلمين جميعا. دكتور عبد الجبار الفتيني شكرا جزيلا لك. والله يكفينا شر الوباء كمان. أي والله. يعني الواحد ما يعني احنا أنا أول مرة أسمع إنه الجرب يكون في انتشار في المدارس، أعرف يعني القمل إي وأعرف حصبة إي، يعني أعرف إنه في أمراض ثانية ممكن تكون منتشرة وتكون يعني فعلا ما منها يعني خوف، بس هذه أول مرة أسمع إنه يكون في جرب. الله يكفينا الشر.